بسم الله. شق تمرة، الموضوع اعتقادي من أهم الموضوعات اللي ممكن نحكي فيها فيما يخص تربية الأبناء والأنشطة الممتعة اللي ممكن نصممها مع أولادنا بما يتوافق مع إسلامنا وجماله وحتى مع القوانين الإنسانية اللي إجا الإسلام قبلها وأكدها وإجت الأمم المتحدة وأثنوا عليها، اللي هو موضوع العمل التطوعي. كثير من أسرنا بيقولوا يا أخي نفسي أربي أولادي صح، بس ما في أنشطة وما في أفكار خاصة أولادي والله بمرحلة مثلا 8-9 سنين وأكبر أو حتى أطفال أصغر، شو نعمل مع أولادنا؟ ما بعرف، طول النهار أولادي على الألعاب وعلى التليفونات الذكية والآخره، شكوى ورا شكوى ورا شكوى، مع أن الموضوع كثير سهل، في كثير أدوات ممتعة لازم نطبقها زي العبادات زي القرآن زي العمل التطوعي. اللي سامحوني بستغربه، في برنامج من الستينات موجود بدولة زي سويسرا اسمه كاس، CAS، بيشتغلوا على الإبداع والعمل التطوعي مع الأطفال تقريبا من سن 14-15 سنة، وبدخل الطفل ببرنامج طويل وبعمل شغل تطوعي وبخطط، بعلمه المهارات التخطيط، مهارات العمل الجماعي، مهارات حل المشكلات، مهارات إدارة الوقت، مهارات التواصل مع المجتمع بكل أطيافه، أغنياء وفقراء. اللي بيألم لي اللي بيألمني إنه موضوع شق تمرة وموضوع العمل التطوعي وموضوع الصدقات وموضوع الزكاة وموضوع فعل الخير وعمل الخير أساس بإسلامنا، لكن للأسف أحيانا نقصر بهذا المفهوم. المطلوب من أجمل الأنشطة اللي ممكن نقعد إحنا كأسرة أو كعائلة أو كعشيرة أو كعمارة جيران أو كحي واحد أو حتى أنا وزوجتي وولادي، هو التخطيط والتفكير والتنفيذ لمشروع تطوعي. كثير بيسألني كيف أحل مشكلة الوقت، كيف أحل مشكلة سلوكية عند أولادي، كيف أحل كثير مشكلات تربوية قد نشاهدها بأبنائنا، حلها يكون بإني أبدأ مشروع لمدة شهرين، لمدة شهر، لمدة 3 شهور، ربما يكون مشروع عمل تطوعي وأخطط له، أعمل خطة، أحط هدف، أحط وقت، أحط مهمات، أحط مسؤوليات أوزعها، وأحط إشي بنسميه M&E، المراقبة والتقييم لأبنائنا كيف أدوا، أنا وزوجتي وولادي، واجتماعات مثلا كل 2-3 كل أسبوع حسب المهمات المطلوبة، وشو نفذنا، شو الخطوة القادمة. أنا بربي بأبنائي على الإسلام، أنا بربي أبنائي على التخطيط والتفكير والمراقبة والتقييم والتطوير، أنا بملأ وقت أبنائي بشيء مفيد، أنا عم بتواصل مع أبنائي بصورة مختلفة عن الصورة النمطية اللي ابني بيشوفني فيها، بس أنا بابا وبس بعطي أوامر وبجيب فلوس البيت، أو ماما بتدرس وبتزعل منه، بشوفوني بنمط تاني، بفكر بحلل أنا وياهم. يا ريت شق تمرة نفكر فيه بعيدا، ترى أنا ما بحكي بس للي معهم فلوس، بحكي لكل أطياف المجتمع بفقرائهم وأغنيائهم، إحنا بنقدر نعمل عمل تطوعي ونخطط وننفذ مع أولادنا، ولو كان التبرع بشق تمرة كما علمنا إسلامنا، عشان نقدر نوصل بطرق عملية مع أولادنا إنهم عن جد يكونوا جيل جديد قادر أن ينشر السعادة داخل نفسه وداخل بيته وداخل دولته وفي العالم أجمعه.